أهلا بيكم يا برج الجوزاء في قراءة شهر يناير. كل سنة وأنتم طيبين، إن شاء الله تكون سنة سعيدة عليكم كلكم ويتحققوا فيها كل الأمنيات اللي ما تحققتش معاكم السنة اللي فاتت، وتحققوا كمان أمنياتكم الجديدة إن شاء الله. هنعمل مع بعض القراءة عامة، عاطفة، عمل وصحة، وكمان أحوال الأسرة، فأتمنى أن القراءة دي تفيدكم إن شاء الله. طبعا القراءة دي للبرج الشمسي القمري الصاعد وكمان الفينوس، وكمان ممكن تكون عكسية، ممكن تنطبق عليك بنسبة 50% 100%، ممكن ما تنطبقش خالص. فطبعا لو حضرتك كنت أول مرة بتشوف القناة، يشرفني طبعا انضمامك لأسرة القناة بأنك تعمل سبسكرايب، كمان سواء انت كنت مشترك أو لا، يشرفني انك تنضم معانا على السوشيال ميديا بتاعتنا اللي بتظهر أمامكم على الشاشة. هتلاقوا كمان الروابط موجودة في صندوق الوصف، لأننا بنكون أكتيف ومتفاعلين هناك في الأوقات اللي ما بينزلش فيها فيديوهات على القناة. هنا هيكون أنت حاسس ناحية الشريك بإيه، هو حاسس ناحيتك بإيه، هو إزاي بيشوف علاقتكم، نواياه وخطواته القادمة، أحوال العمل والأموال، أحوال الأسرة، الأوضاع الصحية. وهنا كارت للنصيحة. طاقتك انت هو الكارت ده، انا بشوفه كارت برج الجوزاء. اعتقد انك حاسس انك مش قادر تعمل شيء، حاسس ان حياتك واقفة مكانها، في افكار كتير مسيطرة عليك و بيواجهك صعوبة في اتخاذ القرارات يعني، ودي عادتك يعني، بس بحس ان الموضوع زيادة عن اللزوم. انت حاسس ان انت واقف في مكانك، ان انت مقيد، ان انت مش يعني، حتى لو بتستشير اشخاص حاسس ان هما مش قادرين يفهموك ومش قادرين يساعدوك حتى يعني، وحاسس انك واقف مكانك ومش عارف تعمل اي شيء يعني. الشخص اللي انت معاه ده على فكرة هو شخص بطيء جدا، وشخص ممكن يكون كراش او شخص متباعد، وانتوا ما بتتكلموش وكل واحد منكم منتظر التاني هو اللي يبدأ، واعتقد ان هو منتظر اكتر منك، ممكن يكون بيراقبك في صمت، وممكن تكون انت نهيت معاه مثلا او قطعت معاه او كنتم متزوجين واتطلقتم او طلبت منه الطلاق، في نفس الوقت انت ندمان على قرارك ده او شايف انك تسرعت ممكن، وكمان مش عارف المستقبل هيكون عامل ازاي من غير وجود الشخص ده في حياتك. خلينا طيب يعني ما نسبقش الاحداث ونشوف القراءة هتقول لنا ايه. زي ما قلت لك انت ممكن تكون اخدت موقف من الشخص ده وقلت له مثلا وضعك مش عاجبني، واخدت منه موقف بقى ايا كان، هو كانت ايه مشكلته معاك، كان اون اوف، كان بيضيع الوقت، انت شفته ان هو مثلا كراش ومش بيعترف، فاخدت جنب مثلا او اخدت موقف بعدت عنه، يعني انت اخدت موقف لانك مش عاجبك ان علاقتكم واقفة مكانها وما بتاخدش اي خطوة لقدام، وفي نفس الوقت برضو يعني انت عملت القرار الصح، لكن في نفس الوقت القرار الصح ده انت مش مبسوط بيه يعني. انت ممكن تكون شايف ان ده الصح وده اللي لازم يتعمل، لكن برضو انت مش مبسوط وعندك تعلق بالشخص ده وبتفكر فيه كتير. انت عارف كويس ان ما كانش ينفع حاجة تحصل غير اللي انت عملته، لكن في نفس الوقت انت حزين وبتفكر فيه كتير وعندك تعلق شديد بهذا الشخص، وبتشوف بقى انت ممكن تعمل ايه علشان تفك نفسك من التعلق ده ومن التكتيفة دي. انت عندك ادمان على هذا الشخص يعني، حتى لو كنتم منفصلين بقالكم سنين على فكرة، الشخص ده لسه في دماغك و مسيطر على افكارك يعني، وانت حاسس ان انت مش عارف تخطو خطوة للامام ومن غير ما تفكر فيه مثلا، حتى لو ما كنتش تعرف عنه حاجة على فكرة يعني، ممكن تكون اخباره مقطوعة عنك من سنين، لكن انت عايش على ذكرى وعلى ذكرى التفكير فيه.
هو بيفكر فيك كتير، يمكن انت مش شايف كده خالص، لكن بالعكس يعني هو بيفكر فيك وعنده حنين تجاهك وتجاه علاقته معاك، ونفسه فعلا ان هو يخرج من صمته ويتكلم معاك، لكن هو بيخفي كل ده ولابس قناع. عنده حماسة شديدة وشغف شديد تجاه علاقته معاك وحب كبير وحنين إلى الماضي، لكن هو بيخفي كل ده وبيلبس ماسك، يعني لأي سبب بقى من الأسباب، يعني أكيد أنت عارف. طب هو شايف علاقتكم إزاي؟ هو شايف إنه أنت اللي قطعت معاه على فكرة، وهو شايف كده، شايف إن أنت اللي قطعت معاه، وإنه أنت فرصة وراحت من إيده وإن هو مش هيعوضها تاني يعني. وممكن يكون شايفك ان انت مش ارتبطت، شايفك ان انت ركزت على العمل والاموال، مش هقول ان انت تزوجت او انه في طرف تالت، ممكن للبعض، لكن الاغلبية واللي انا حاسه ان هو شايفك ان انت عملت مشروع مثلا، عملت بيزنس، ركزت على الاموال بتاعتك، اهتميت بنفسك، ودي حقيقة. هو ما يعرفش على فكرة كم الحزن اللي انت فيه، هو شايفك ان انت نسيته وخرجته من حساباتك تماما وبتفكر في نفسك وبس يعني، فشايف انه انت ضعت من ايده، هو شايف كده. كمان هو ناوي ان هو يتواصل معاك بالتليباثينج، لان تقريبا دي الحاجة الوحيدة اللي هو هيعرف يعملها، مش هيعرف يعمل حاجة غيرها يعني، ما قدموش حل تاني. بالظبط يعني هيتواصل معاك تواصل روحي وهيبعت لك رسائل كتير، لأنه حاسس إن أنت اللي بتحط حواجز في العلاقة دي. كمان هو نفسه إن هو يدافع عن نفسه ويشرح لك يعني الظروف اللي بتمنعه من اعترافه بالحب أو أخذ خطوة تجاهك، بس برضه هو غالبا مش هيقدر يعمل ده، فبيفكر ان هو يوصل لك ده من خلال التليباثينج والتواصل الروحي يعني. طيب الخطوة القادمة ايه اللي هيحصل؟ انا بشوف ان الامور ستبقى على ما هي عليه، الموضوع هيفضل زي ما هو شوية. انت محتاج شفاء على فكرة، يعني انا اعتقد ان هو ممكن يكون في طريقه للشفاء ده، هو انما انت ما عملت الشفاء، مع انك شخص روحاني وكل حاجة، لكن انت ما عملت الشفاء. حتى لو انت في مراحل الشفاء فانت لسه ما وصلتش للشفاء التام. اعتقد ان هو هيعمل شفاء اسرع منك انت، يعني حتى في طاقتك هنا دي مش طاقة حد متشافي يعني، الصراحة عشان نكون واضحين مع بعض يعني. وكمان طلع لك هنا كارت الشيطان، فانت محتاج تتوازن، انت لسه ما وصلتش للشفاء التام يعني، فانت لازم انت اللي تعمل شفاء مش هو. هو حتى لو محتاج شفاء فهو عارف هيعمله ازاي، انما انت لسه، انت محتاج ان انت تعمل شفاء. خليني طيب اخد لك كارت من كروت الملائكة للنصيحة. هو في ابراج ممكن يكون الشخص ده من برج الجوزاء زيك، ممكن يكون من برج الميزان، الثور، الجدي، الثور كمان مرة، العقرب، الجوزاء تاني، العذراء، الدلو، السرطان، في برضو سرطان تاني ودلو تاني وقوس وسرطان كمان مرة، جوزاء وعقرب كمان مرة. هنا بيقول لك no need to worry، مفيش اي داعي للقلق، ما تقلقش. هنا بيقول لك compromise، حاول انك توصل لحل وسط. فانت مهم جدا انك تعمل شفاء وتعمل meditation كتير، تفك التعلق، تقطع الاحبال الاثيرية، تهتم بنفسك اكتر. هو شايفك ان انت مهتم بنفسك ومركز على عملك، فاعمل كده بالفعل بدون التفكير فيه. حتى لو هو كان عايز يرجع فمش ده الوقت المناسب، خصوصا ليك انت على فكرة، يعني انا شايف ان انت اللي محتاج تشتغل على نفسك.
حتى لو هتحتاج مساعدة من الآخرين أو إرشاد أو نصح، ما تترددش في إن أنت تعمل كده. وعموما يعني مفيش داعي إن أنت تقلق، الملائكة بتطمنك. أما بالنسبة للأحوال العملية فأنت طالع لك ال10 نقود كلهم ما شاء الله يعني، فربنا إن شاء الله هيوفقك في الفلوس. وأنت ممكن تكون بتعمل مشروع هو حتى شايفك غني وشايفك أغنى منه ومركز في عملك وكده، فأنا بشوف إن أنت في عندك نجاح وتقدم للأمام، وفي عندك نصرة ورفعة شأن، وكمان فلوس حلوة قوي طالع لك ال10 نقود كلهم يعني، فولا كلمة بصراحة. بس أعتقد إن أنت ممكن هيكون في عندك اختيار أو حاجة، وهتبقى متردد شوية في أخذ القرار، لكن إن جنرال أنت في عندك نجاح ورفعة شأن إن شاء الله، وكمان فلوس هتدخل لك يعني كتيرة كمان إن شاء الله يعني. فأعتقد أنت مش محتاج إن أنا أقول لك أكتر من كده يعني، ربنا يوفقك إن شاء الله. أما بالنسبة للأحوال الأسرية فأنا بشوف يمكن في عندكم مشاكل مع الأب أو أسرة الأب، في خلاف يمكن على ميراث، أو خلاف مع الأب أو حد من أسرة الوالد يعني، وفي عند كبير وخلافات كتير، لكن أنا بشوف إن الأمور دي هيكون ليها حلحلة وهتقدروا إن انتوا توصلوا الحل إن شاء الله، بس غالبا في نهاية الشهر. كمان الأحوال الصحية أنا ما بشوفش إن هي يعني في حاجة وحشة هتحصل، يمكن نزلات برد أو حاجات خفيفة كده، لكن انت محتاج لعلاج روحاني أكتر من العلاج الجسدي، محتاج إن انت تخرج للطبيعة بالظبط، تخرج للطبيعة وتعمل مديتيشن وتستقبل رسائل الملائكة اللي بيحاولوا يطمنوك، وإنك توازن أمورك. أنت غالبا مش متوازن، شايف؟ أنت محتاج إن أنت تعمل توازن، حتى هنا الملائكة بيقولوا لك كومبرومايز، شايف؟ فأنت محتاج إن أنت توازن طاقتك بالظبط. كن متسامح مع هذا الشخص لو انت زعلان منه، حتى لو انت مش هتكلمه، وبطل لانك تنتظره، انت محتاج لعلاج روحاني اكتر، شايف؟ حتى في النصيحة هنا بيقولك اطلع من البكاء ده، ده كمان انا بشوفه كارت برج الجوزاء، بيقولك محتاج ان انت تطلع من الطاقة دي، تنهيها وتعمل تغيير شامل في حياتك، وتبدأ بدايات جديدة في حياتك، وتطلع من حزنك ده، وتكون شخص محب وشخص متسامح، شخص مقبل على الحياة، تستخدم روحانياتك في إنك تستقبل رسائل الله ورسائل الملائكة ليك، اعمل مديتيشن أكتر، قرب من ربنا، صلي كتير، انت محتاج جدا إنك تعمل أشياء زي دي. خليني طيب أخد لكم من كروت النصيحة، أشوف هينصحوكم بإيه. انت محتاج ان انت تصلي وتعمل مديتيشن، ده اللي احنا كنا لسه بنقوله، انه من خلال الصلاة ومن خلال المديتيشن انت بتقدر ان انت تكون رابطة من السلام بينك وما بين الكون. لما بتصلي وتعمل مديتيشن بيكون في تواصل ما بينك وما بين الكون، وبتقدر تجذب لنفسك الأشياء اللي انت عاوزها. فبالظبط صلي واعمل مديتيشن كتير. خليني برضو اخد كارت من هنا، ده الكارت راح في حتة تانية خالص، هجيبهولك ما تقلقش. هنا بيقول لك perfect timing، هو ده الوقت المناسب ليك ان انت to move forward بقى، يعني تنطلق وتعيش حياتك وتفكك بقى من التكتيفة دي. يلا اخرج وانطلق وعيش حياتك، واعمل meditation وصلي كتير. ثواني بقى اجيب لكم الكارت اللي طار ده واجي تاني. autumn
بيقولك إن في كل سيزون يعني بيكون في جني للثمار وبيكون في حصاد ومن بعدها بيكون في وفرة مالية. أنا قلت لك إن أنت جاي لك فلوس ال10 نقود كلهم، في عندك حصاد مادي يعني إن شاء الله، والملائكة بتطمنك لشيء زي ده وبيتقولك ما تقلقش من الناحية المادية، أنت بس محتاج إن أنت تصلي كتير وتعمل مديتيشن كتير. هي دي الرسالة اللي ليك على فكرة. فطبعا كمان الناس اللي هيسألوني عن العزاب والمنفصلين احنا هنعملها قراءة لوحدها مفصلة ان شاء الله بعد ما نخلص من الأبراج بشكل تفصيلي أكتر يعني. فدي كانت قراءتكم، أتمنى إن هي تكون فادتكم بشكل أو بآخر، أتمنى تدعموني بلايك وشير لو كانت عجبتكم واكتبولي رأيكم في التعليقات. بشكركم طبعا كلكم وبتمنى لكم السعادة والحظ الموفق. مع السلامة.